الروس الذين تم توقيفهم من قبل السلطات العراقية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، أعلنوا في مقابلة مع روس اليوم أن رحلتهم إلى بلاد الرافدين كانت بهدف السياحة، وأشاروا إلى أن احتجازهم كان لمخالفات في تأشيرات الدخول، مشيدين بتعامل السلطات العراقية معهم أثناء الاحتجاز. سأبدأ معك ألكسندر، صف لنا ماذا حدث معكم عبر الأراضي العراقية أثناء رحلتكم، وماذا كان هدفكم في هذه الرحلة؟ كان هدف هذه الرحلة هدفا سياحيا بحتا. حلمنا منذ زمن طويل بزيارة أقدم المدن في العالم، أو بالأحرى أقدم مدينة وهي مدينة بغداد، وكذلك الوصول إلى أرض الرافدين، وكذلك زيارة بابل والمرور عبر سامراء. يعني كانت فكرتنا زيارة مناطق وأماكن سياحية، ولكن الواقع أننا تلقينا أوراقا غير سليمة من وكالتنا السياحية ما أفسد كل شيء، ونتيجة لذلك تم توقيفنا في نهاية الأمر على بعد 120 كيلومترا من بغداد، ثم اعتقلونا، وبعد ذلك بدأت رواية أخرى. أوليغ، كانت هنالك أنباء تقول بأنه كان لديكم تأشيرات دخول للأراضي العراقية مزورة، كيف حصل هذا الأمر؟ تأشيرات الدخول هذه لم تكن سارية المفعول، إنها في الحقيقة لم تشبه حتى التأشيرات. لقد راجعنا شركة السياحة واعتقدنا بأنها زودتنا بوثائق سليمة لدخولنا إلى الأراضي العراقية، لكن الأمر كان غير ذلك. أوليغ، برأيك ومن خلال انطباعاتك، كيف ترى سبب احتجازكم؟ هل تعتقد أن القضية تتعلق بموضوع تقني يتعلق بقضية تأشيرات الدخول، أم هنالك قضية أخرى تقف خلف هذا الأمر؟ من دون شك تعتبر التأشيرة وثيقة أساسية تؤمن حق الإنسان الأجنبي في البقاء على أرض بلد ما. ليس من ذنبنا أن الأوراق التي كانت لدينا لم تكن نظامية بالشكل المطلوب. أعتقد أن ذلك سبب رئيسي لتلك القضية. الكلمة الآن لك مكسيم، كيف تعاملت معكم السلطات العراقية أثناء احتجازكم؟ أجريت عملية التوقيف نفسها باحترام، وكذلك المعاملة فيما بعد. لا توجد لدينا أي ملاحظات. بعد التوقيف سمحوا لنا بالاتصال مع القنصل ووصفنا له الوضع. عملونا بشكل مقبول. لم نحس نقصا في الماء أو الغذاء. كان شيئا جيدا. لا أعرف ماذا أقول بعد.